كأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، ردي ابغى قلبي لانه معاك. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، ردي ابغى قلبي لانه معاك، لانك حبيبتي حلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب. لانك حبيبي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لان حابب تعبي لانه عشان، راضي ابغى قلبي لانه معاك. خدت البوسة يا حبيب بابا. بابا انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ والله عندك حق، عندك حق في السؤال اللي انت بتسأله ده، لان الوقت اتأخر قوي. كنت فين لغاية دلوقتي؟ كنت واقف مع جماعة اصحابي كده على اول الشارع. والله كنت بس، والشارع ده ايه؟ ما بيزهقش منكو يا بابا؟ ما احنا في اجازة برضو. ويعني انتوا اتمنعتوا عن الشارع في الدراسة يا اخويا؟ طب حضرتك عايز مني حاجة قبل ما اخش انام؟ عايز
انا مش كنت طلبت منك انك تسال عن النتيجه بتاعتك؟ اه انت ما تعرفش. لا ما اعرفش، سالت النهارده عليها وقالوا لي لسه شويه. كذاب كذاب وبتستهبل. نتيجة طلعت وانت مخبيها عليا. انا اتصلت بالمعهد في اسكندريه وعرفت ان النتيجه طلعت وانت سقطت. سقطت زي السنه اللي فاتت. وغصب عني برضه يا حاج ما عرفتش اركز بعد ما اتحبست في قضيه زميلي الجميله. طبعا هي غريبه عليك يا حبيب بابا، ما انت كل سنه بتدور لي على مبرر غير السنه اللي قبلها. يا محمود يا محمود، الدنيا ليل، ما ينفعش زهق دلوقتي. الصباح ربح. صباح ايه؟ صباح يا فريده، انت دلوقتي بتضحكي على نفسك ولا بتضحكي على ما عملتليش كده؟ الله، انت دلوقتي جاي لك نوم بعد ما عرفتي الخيبه التقيله بتاعت ابنك الحيله؟ ما انا اول واحد ولا اخر واحد سقط يعني؟ عارفها يا ولد، عارفها الجملة دي، كنت بقولها لأبويا قبليك. يا أخي حس على دمك، نفسي أعرف، نفسي أعرف ناقصك إيه؟ ناقصك إيد ولا رجل عشان تنجح زي بيت الخل؟ اختش على دمك، حس بقى وتحمل مسؤولية نفسك. لغاية إمتى هتفضل واقف قدامي كده زي الشحط ومد إيدك تاخد مصروفك زي العيل الصغير؟ أنت بتذلني بالفلوس اللي بتديها لي ولا إيه؟ خلفتونا ليه طالما مش عارفين تصرفوا علينا؟ يا لهوي الحين يا محمود، انزل شوف ابنك يعمل ايه. لا سيبه، سيبه ايه يعمل اللي يعمله، غالي يولع. ما هو ده العفيف ده اللي بوظه من صغره، وده بيحس قوي، وده لو بيحس كان صعب. كل قرف كل من وش الدير اخرى. ده يا رب اهدي يا ماما، تلاقيه يخرج مع اصحابه ويرجع تاني. انت مخاصمني ليه؟ بتقولي كده؟ ما كلمتنيش من ساعة ما جيت. معلش كنت مشغول شوية. مشغول؟ بمين بقى؟ بعزة؟ ما تستغربش قوي كده، انا عارفة كل حاجة. عارفة ايه؟ عارفة انك كنت معاها قريب، وعارفة كمان انك كنت امبارح مع باباها في الشركة. تبقى تحدي يراقبني بقى ولا ايه؟ واللي ما يكونش براقبك انا بنفسي. احمد ما تحاولش تفهمني انك متضايق، بالعكس انت ممكن تكون مبسوط قوي ان اتنين ستات بيخانقوا عليك. وبرضه ما تفرحش قوي كده، عشان اللعبه دي مش هتستمر كتير، واكيد واحده فينا هتعرف تخطفك من التانيه. ناني عايزه دي تبقى مراتي. طليقتك. عدتنا لسه ما خلصتش. انت بتفكر ترجع لها؟ دي حاجه تخصني. لا تخصني انا كمان يا حبيبي، ولا انت ناسي ان احنا كمان اتجوزنا؟ اتجوزنا؟ اه طبعا اتجوزنا. هو الجواز عندك لازم يكون بمأذون؟ ولا دي غلطتي اني وثقت فيك وسلمتك نفسي؟ بقول لك ايه؟ انا مراتك زي ما هي كانت مراتك بالظبط، بس انا بقى مش هسيبها تاخدك مني زي ما هي سابتني اخدك منها. أنا كلمت ماما وفهمتها إنك هتيجي قريب ومستنية منك الرد. أحمد أنت لسه ما تعرفش زعل شكله إيه. يا ريت ما تحاولش تجربه. يا ريت. مبسوطة؟ قوي. عايزين بقى ان شاء الله كده يعني لما نرجع من شهر العسل يعني نفهمهم ان انت حامل وكده. كنت متأكدة انك هتقولي كده. تقصدي ايه؟ يعني احنا لسه في اول شهر العسل وانت قاعد بتفكر هنقولي لما نرجع. ايوه عشان ده موضوع يهمنا احنا الاتنين. او يمكن هو ده الموضوع الوحيد اللي بيننا احنا الاثنين. ليه بتقولي كده؟ عشان دي الحقيقه يا ادم، الحقيقه اللي انت مش قادر تخبيها من ساعه ما جينا هنا.
ويمكن من ساعة ما اتجوزنا كمان. بس أنا عذراك، هتعمل إيه يعني؟ ما أنت اتجوزتني بس عشان البيبي اللي في بطني، وأنا مستعد أصبر لغاية ما نرجع القاهرة ونعمل عليهم التمثيلية، تمثيلية إن إحنا معرفناش موضوع الحمل غير بعد الجواز. بس اللي مش ممكن أصبر عليه بقى إنك تكون لسه بتفكر فيها لغاية دلوقتي. ملقتش فلوس؟ قلت تاخد غويش تتباعها من ورايا؟ على فكرة أنا كنت هقولك. أنت هتقولي إيه؟ إنك بقالك سنة بتسرقني وأنا عاملة مش واخدة بالي؟ ماما أنا عايز فلوس، وبعدين بابا مش عايز يديني عشان أنا سقطت. محتاج فلوس في إيه؟ عندي مصلحة كده عايز أقضيها. ولا عندك مخدرات؟ خلاص ما بقتش تقدر تعيش من غيرها. أنا ما بشربش حاجة. كداب! ساعة ما رجعنا من اسكندرية وانت بتشرب، بس ما كنتش فاكرة انك هتسرق دهبي عشان تشتري الزفت اللي بتشربه. ما تخافيش يا ماما، بكرة هشتغل واجيب لك واحدة اجدع مننا. مش عايزة اجدع منها، عايزة الغوشة بتاعتي، عايزة كده. ممكن ما تعطلنيش؟ سيبيني دلوقتي قبل ما بابا يرجع. وخايف ان ابوك بجد هتلغيش. قلتلك سيبيني بقى. تعالى هنا، مش هسيبك تمشي. قلتلك سيبيني في حالي احسن. يا وفاء، يا وفاء الحقيقي يا وفاء. وفاء انت بس اللي هتيجي في حالي. ايه يا ماما في ايه؟ تعالي شوف اخوك واخد الغوش بتاعتي عشان يبيعها ويشتري الاباب اللي مش شابه. يا نهار اسود، هي حصلت تسرق ده ماما؟ انت ايه يا ابني؟ خلاص بقيت مدمن رسمي. انت مستعجل ليه يا بنت؟ مالكيش دعوه بيا. يا كلب بتضرب اختك يا كلب. والله ما انا سايبك. ابعدي عني بقى. في ايه؟ في ايه يا ابنك انت؟ مفيش حاجه يا محمود، انا بس اتكعبلت في السجاده. لا يا ماما، مش هينفع نداري على بابا اكتر من كده. بس خالد ضربني يا بابا، وضرب ماما كمان وسرق غوشتها. حصلت تمد ايدك على امك يا اخي. ما تضربنيش، ما بقاش عيل صغير عشان تمد ايدك عليا. مالكمش دعوه بيا بقى. ما تلغوش المايك. مش هديها لك، انا محتاج تمنها. وبعدين انتوا ما بتدوش فلوس خالص، عايزين مني ايه بقى؟ ولا لو خرجت من هنا بالغوشه دي مش هترجع البيت تاني، انت فاهم؟ خلي لغوش ايدك يا ابني، اديله الغوشه الله يسترك، خلي الليله دي تعدي على خير.
خانت خلاص يا خانت خلاص يا فريدة خلاص ما هتشيكي منه لا هتبلي من خلق ابني صباح الفل يا غالي صباح الفل ده انت طلعت ذكر بقى وانا مش واخد بالي ذكر ايه بس يا عم ايهاب ده نيلت الدنيا فوق دماغي ايه يا معلم هو انت اول واحد يضرب امه عشان خاطر منعته يجيب كيف ولا ايه امي بس ده انا ضربت العيله كلها يا عم هي محسوبالك على الاقل تخش موسوعه جينيس اللي بيقولوا عليها دي فرحتي لما ادخل موسوعه جينيس ومش هعرف ادخل البيت هي فرصه برضه اعرفه امتك مشكله دلوقتي مش هعرف انام فين ايه هتنام عندي هنا طبعا انت بتتكلم بجد يا هاب قال لما البهزر انت مش قلت ابوك وامك راجعين كمان اسبوعين اتصلوا اول امبارح يا سيدي وقالوا ان هم مش هينفع ينزلوا من الكويت السنه دي بيني وبينك قلت احسن بينزلوا يخنوني قوي يا جدع يعني انا هفضل هنا لغايه ما يرجعوا السنه الجايه وليه لا انت مش بعت الغويشه اه معايا يا صاحبي وفلوسها في جيبي خلاص يبقى تقعد عندي هنا بلقمتك قصدي بحشيش بحشيش اه صباح الفل صباح الفل يا غالي صباح الفل بس ايه رايك في الاصطفى جامد حلوه كنت هايله النهارده يا ام اللي يشوفك وانت بتعزفي النهارده ما يقولش انك غايبه عن الفرقه بقالك شهور كتير مش سياده ليا يمكن بحاول اعوض الايام الطويله اللي فاتت ايوه يلا يا داليا بقى عشان ما نتاخرش عن الحفله حاضر حاضر عموما انا في انتظارك حفله ايه دي اللي مش عايزه تتاخري عليها مش عارفه تلاقي عيد ميلاد اي حد من الفرقه عيد ميلاد حد من الفرقه طيب ليه انا ما اتعزمتش اصل ايه في ايه دالي اصل بصراحه خطوبه دعاء زميلتنا النهارده طب مبروك بس مش فاهمه برضو ليه ما فيش حد قال اصلها هتتخطب لكريم انت فاكره يعني ان دي حاجه ممكن تضايقني بالعكس انا يا داليا نسيت كريم خلاص من زمان ومش بفكر فيه ولا في غيره جدع هو اصلا ما يستاهلكيش يا ريتك فضلتي معاهم لا طبعا هروحك الاول تروحيني فين يا بنتي انا متفقه مع دينا اختي تيجي تاخدني خلاص يبقى هفضل معاكي لغايه ما دينا تيجي بس كده انتي هتتاخري يظهر يا ستي اني مش هتاخر اللي دينا جت لا شريف هو اللي جه ازيك يا دالي الحمد لله استلم يا سيدي الامانه بتاعتك شكرا باي باي وحشتيني اكيد دينا هي اللي قالت لك على مكاني انا مش محتاج حد يقول انا معايا جدول مواعيدك من اول يوم ممكن اعرف انا عملت ايه خليكي تخصميني كده ما عملتش حاجه يا شريف انا بس قررت اريحك مني هو ده اللي انت اتفقتي عليه مع ماما ايه فاكراني مش عارف معاها حق انا لو مكانها مش هرضى ان ابني يكون واحده زي حتى لو قلت لك اني مش عارف اعيش من غيرها تهيألي عادي ان ماما ما تفهمش انا بحبك ازاي لكن المفروض دي تبقي فاهمه وحاسه انا ممكن امشي يمين ما تشوفيش وشي تاني بس قولي لي انك بتحترمي اتفاقك مع ماما اكتر ما بتحترمي حبي ليكي مش قادره تقوليها صح عشان انت بتحبيني زي ما انا بحبك حياتك عندي ما يخلي حد في الدنيا يبعدني عنك ابدا كنت متأكد اني هشوفك تاني ماجد قال لي انه جالك وقعد معاك يا سلام ماجد ده شاب جميل جه طلب ايد دينا بنتي وانا وافقت على طول لما عرفت انه اخوكي قلت لها اعتبري الموضوع منتهي ليه احنا عيش وملح وعشرة سيبك من العشرة والعيش والملح انت فاكر بالنسب ده هتلوي دراعي اقصى عليك يا ليلى ليه تقولي حاجة زي كده لهو انت فاكر لما نبقى نسايب مش هعرف اقزيك مع ابراهيم طبعا هنبقى عيله واحده ومصلحه واحده
ويمكن كمان تحب تبقى تشاركينا ونبقى ثلاثة، واللي ما قدرناش نعمله زمان نعمله دلوقتي. انسى، انا ممكن اشارك ابراهيم بس مش وانت معايا. شوفي يا ليلى، عنادك ده هيخليكي تخسريني وتخسري ماجد ويمكن تخسري ابراهيم كمان. انا المره اللي فاتت لما جيت لك قلت لك ان انا مش خايفه منك، المره دي بقول لك حاسب مني وخلي بنتك تبعد عن اخويا. بدمها؟ سوري ان انا دخلت من غير استئذان، السكرتيره مش بره، بس انا ممكن اسيبكم لحد ما تخلصوا كلامكم. لا احنا خلصنا. على فكره ابراهيم هيتفاجئ لما يعرف ان انا لقيتك هنا، ولا بلاش اقوله؟ وبلاش ليه؟ انا نفسي كنت هقوله عن اذنكم. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه؟ زعلانه ان انا دخلت من غير استئذان؟ ما انت يا بيبي اللي مش قايل لي ان انت بتدي مواعيد هنا في المكتب. وده ان شاء الله يبقى ايه؟ غيره؟ اصل انا لسه ما نسيتش انك جوزي. كده انت ما ينتلها انك غيرانه، هتفهم ان في حاجه بيننا. ويا ترى هتغير هي كمان؟ بعدين معاكي بقى، انت باين عليكي اتجننتي. اوعى تكون فاكر ان انا صدقتك لما قلت لي ان اللي بينك وبينها كان شغل وبس. انا ما شفتش ليلى بقالي 5 سنين. وايه بقى اللي جابها لحد هنا؟ ما ترد ولا خايفه اروح اقول لابراهيم؟ اخوها كان جاي يطلب ايد دينا بنتي. حلو قوي، وهو كده بقى تبقوا نسايب وترجعوا تعوضوا ال5 سنين اللي فاتوكوا زمان. وطي صوتك، احنا في المكتب. يا ترى بقى الهنم لو عارفه ان احنا متجوزين كانت حنت اصلا؟ ها حنت ايه وبتاع ايه؟ دي جايه تقول لي انها رافضه الخطوبه اساسا. رافضه الخطوبه؟ لو انت كنت موافق اصلا. بعدين معاكي بقى، ده مكان شغلي، ما ينفعش نتكلم في الحاجات دي هنا. ماشي يا مدحت، بس انا عايزه اقول لك حاجه واحده بس. اوعى تكون فاكرني زي اقبال مراتك، هسيبك تلعب بديلك وانا نايمه على وداني. باي باي. رأفت سراج المحامي، طبعا احنا النهارده تقابلنا هنا، بس ان شاء الله المره الجايه تبقى عندي في المكتب. هو حضرتك قلت لي في التليفون انك هتمسك قضيتي ضد عمي، بس ما قلتليش مين اداك نمرتي ومين قالك تفاصيل القضيه. الباشمهندس ادم. انا كنت فاكرك عارفه. بس ادم المفروض دلوقتي في شهر العسل. ما هو قابلني قبل فرحه بيوم وحكالي كل ملابسات القضية، وأنا طمنت، قلت له إن شاء الله هتاخدي حقك من عمك وبزيادة كمان. بزيادة؟ طبعا، احنا هنطالبه بتعويض على كل السنين اللي فاتت اللي حرمك فيها من ميراث والدك. هو بصراحة يعني أنا مش عارفة إزاي هيجيلي قلب أقف قدام عمي في المحكمة. لا، ما هو احنا مش هنبتدي بالمحكمة، أنا هقعد معاه بصفة موكلك، ويا دفع بالحسنى كان بها، يا إما لو ما دفعش يبقى القضية مضمونة إن شاء الله 100%. بس أنا عايزك تحضري لي المستندات اللي عندك وتعملي لي توكيل في الشهر العقاري. بس إحنا لسه ما اتفقناش على أتعاب. باشمهندس آدم اتفق معايا على كل حاجة واداني عربون كمان. ايوه بس انا مش عارفة. انسه جميله، لو سمحتي انسي حكايه الاتعاب دي دلوقتي خالص، عايزين نكسب وقت ونفكر في القضيه نفسها. متر، قابلتي جميلة؟ طب كويس قوي.
لا انا يومين ثلاثه ان شاء الله وهنزل على القاهره على طول وهتابع الموضوع بنفسي. اه تمام تمام لا ما تقلقش خالص. طيب اوكي مع السلامه دلوقتي. كنت بتكلم مين يا ادم؟ دي ماما. والله؟ اه طب ما اديتهاليش ليه؟ انا كنت عايزه اكلمها، دي وحشاني قوي. مش مشكله بقى يعني نبقى نكلمها بالليل سوا. ونكلمها بالليل ليه؟ انا هكلمها دلوقتي واقول لها اني ما كنتش جنبك وانت بتطلب. لا قصدي اصلا ميت من الجوع بصراحه مش قادر، هروح اجيب حاجه ناكلها. بتحبك، كنت فاكراك هتعرف لوحدك، بس يظهر كنت مشغول بيا قوي فما عرفتش تحس بيها. مهما وصفت لك عمري ما هقدر اشرح لك هي بتحبك قد ايه. بتهيالي عمرك ما هتلاقي حد يحبك كده. أنا بعيد هيبقى عندك فرصة تقرب منها وتحس بيها. وصدقني لو خسرتها مش هتقدر تعوضها. مش هو جاي امتى؟ لا من ساعة ما خالد ساب البيت وانا مش عارفة اتكلم مع بابا خالص. وانتوا لسه معرفتوش هو فين؟ سألنا كل قرايبنا في اسكندرية ما راحش عند حد فيهم. طب ما جايز يكون عند حد من اصحابه هنا. ده اللي مخوفنا اكتر، هو ما يعرفش هنا غير صحابه اللي علموه شرب المخدرات واحنا ما نعرفش عنوان حد فيهم. ما تخافيش ان شاء الله ربنا يقدرني واحاول الاقيه. كنت متأكدة انك هتقف جنب بابا في المحنة دي. جنب بابا وجنبك انت كمان. وفاء انا انت ايه؟ انا مش عايز موضوع خالد ده يأثر عليك في الشغل خالص. لا ما تقلقش انا مركزة في شغلي كويس قوي. تمام
متر رأفت؟ أهلا بيكي. أنا مدام آدم منصور. في الحقيقة هو آدم دخل ينام وكان طلب مني أن أنا أتصل بيك وأسألك عملت إيه في الموضوع اللي هو كان كلمك فيه. أنا فهمت آدم بيه أن أنا قعدت مع الآنسة جميلة وهي وعدتني أنها هتجيب لي كل المستندات وتتصل بيها. ألو، ساعتك معايا يا مدام؟ أيوة معاك. طيب من فضلك يا متر اهتم بالموضوع ده قوي لو سمحت وبسرعة عشان احنا ما عندناش وقت نضيعه. ما تخافيش ساعتك، ادم بيه موصيني كفاية. مرسي قوي. عسل. أبو دينا قال لي إنك رحت اتكلمتي معاه. كنت متأكدة إنه هيقول لك. بس أنا ما كنتش متخيل إنك تروح تكلمي من ورايا. أنا رحت أدافع عنك، أنا مش هسمح له ياخد أخويا الوحيد مني. ياخدني منك إيه؟ وأنا لعبة في إيديكم أنتوا الاتنين. ماجد، أنا اللي أعرف مدحت كويس. مدحت وافق على الخطوبة دي عشان يلوي دراعي بيك. بص يا ليلى، واضح إن أنتوا الاتنين بينكم موضوع وأنت مش عايزة تقوليهولي. بس انا مش عايز اعرفه، انا ما يهمنيش غير دينا. دينا لو كانت بتحبك فعلا مستحيل توافق على الجوازه دي غصبا عني. لا، لو انت بتحبيني بجد ما كنتيش رفضتيها وخدتيها على ذنب ابوها. انا مستحيل اوافق على الجوازه دي يا ماجد. وانا مش جاي اخد اذنك، انا هخطبها كده كده. هو ده اللي انت اتفقت عليه مع ماما؟ ايه؟ كنت فاكراني مش هعرف؟ معاها حق، انا لو مكانها مش هرضى ان ابني يكون مع واحدة زي. حتى لو قلت لك اني مش هعرف اعيش من غيرها؟ بتهيألك. عادي ان ماما ما تفهمش انا بحبك ازاي، بس المفروض انت تبقي فاهمة وحاسة. انا ممكن امشي يا امي وما تشوفيش وش تاني، بس قولي لي ان انت بتحترمي اتفاقك مع ماما اكتر ما بتحترمي حبي ليك. مش قادر تقوليها صح؟ عشان انت بتحبيني زي ما انا بحبك، وحياتك عني ما هيخلي حاجه في الدنيا تبعدني عنك تاني. ايمان، أنا جاي أسلم عليكي قبل ما أمشي. مبروك يا عز، كنت متأكدة إنك هتحكمي عقلك وهترجعي لحد. أنا كمان متأكدة إن أنت هتحكمي قلبك وهتوافقي بشريف. أنا لو مش عارفة أنتوا بتحبوا بعض قد إيه ما كنتش هقول لك كده. عزة، يلا يا بنتي أحمد مستنيكي تحت. حاضر يا ماما، ادعي لي بقى. بدعي لك يا حبيبتي، يهدي سركم وتكون آخر مرة تسيبي فيها بيتك وجوزك. يلا. Yes.